زي ما حضراتكم شايفين توقفت اسمعنا ليس اسمعنا ليس زي ما حضراتكم شايفين حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد أن خبر وفاة نادي إسماعيل الليسي الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم. ونعم إسماعيل الليسي نجم كامل كلمات مؤثرة كلمات مؤثرة عبر حسابه على الفيسبوك فيقول ابن عمري في ذمة الله. وكشف أحد جيرانه الذي يدعو محمد عصام عبر حسابه Thank you.
إنا لنا حالة من الحزن الشديد من وفاة الشيخ على وفاة الطفل من المطرب إسماعيل إدريس. وسع بقى خدتي انزل يا ريس تعال بص عدل قدام انت محمد عم تعمل ازاي انت قدام كده من نفسك يا عم خش 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 كشف أحد الجيران عن جيران الفنان إسماعيل إدريس بسبب وفاة نجمه، وكتب شخص يدعو محمد عادل عن سبب وفاة الطفل رضا وشعرات البابا، فهذا الآن هو المقدور 11 على السطح المفروشي وانتقل مستشفى الملك عمر الرحمة. نجم إسماعيل إدريس من المدن المعروف عن دقيقة وفاة نجم المدن إسماعيل إدريس منذ قليل، وكتب عن دقيقة من خلال حسابه على موقع فيسبوك إن الله وإنا إليه راجعون مثل النجم إسماعيل إدريس بذمة الله ربنا يرحمه ويشكر أهله وربه. إسماعيل إدريس هو المطرب الشعبي قدم العديد من الأغاني الناجحة، وفي أحد اللقاءات وقال إسماعيل إدريس إن النجاح الذي كنت تحقيقه جاء بفضل دعوات والدتي وجدتي وسند أهلي في إمبابة، مضيفا كنت أغني على طول منذ صغري وجدتي دخلت لي مركز شباب إمبابة ودخلت مسابقة وحصلت على المراكز الأولى، ثم ذهبت للضربة المصرية لدي المؤثر سليم سحاب وعلمني الكثير وزالت عند مكان عمري 7 سنوات. في صلاة الجنازة قبل تشييع الجثمان زي ما انت عارف ما شايفين حالة من الحزن الشديد على الطفل الشيخ طفل رضا شعراته ضاد حالة من الحزن الشديد Thank you.
معاكم شوف المنطقة امبابة بالكامل متواجدة وحزينة على الطفل رضا وشهرات بابا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه في مقام الله. ربنا يا رب يربط على قلب والده ويصبره على هذه المصيبة. يعني لا شديد صبرهم على هذه المصيبة الشديدة وعلى هذا الابتلاء الشديد. إن لله وإنا إليه راجعون.